السلام عليكم. سؤال محير بيسأله جمهور الترجي وجمهور الأهلي، يا ترى جماهير الزمالك هتشجع مين؟ يمكن نفس السؤال ده جماهير نادي الزمالك بتسأله لنفسها، يا ترى هنشجع مين؟ ما أنا مش معقول أقعد أتفرج على المباراتين ومعرفش أنا بشجع مين، قلبي هيميل مع مين، هتعاطف مع مين؟ كل ده هنجاوب على الموضوع ده في الحلقة دي، حلقة مهمة جدا، وكمان الحلقة دي فيها عروض الزمالك ملحقهاش، عروض تخفيضات رائعة لم يلحق بها نادي الزمالك. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد ماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. قبل ما نخش في موضوعنا الرئيسي وجماهير نادي الزمالك هتتعاطف مع مين وهتشجع مين، خلونا ناخد خبرين في منتهى الجمال، خبرين انا حابب اتكلم فيهم مع حضراتكم. الخبر الاولاني كلنا شفنا بالصور الجماهير الغفيره اللي راحت مطار الدوحه من النادي الاهلي عشان تستقبل فريقها وهو لسه جاي، الفريق البطل، الفريق اللي هيلعب كاس السوبر الافريقي امام نهضه بركان المغربي. كلنا طبعا شفنا الاستقبال الحافل والاعداد الغفيره والتدافع والكلام ده كله، اللي طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا كان بيجهز لفرقته مفاجاه من العيار الثقيل، اعتقد انها لا تقارن مع جماهير نادي الزمالك اللي راحت استقبلت السنه اللي فاتت فريقها لنفس البطولة في نفس المطار في نفس الدولة. انما جماهير نادي الاهلي زي ما احنا شايفين قدامنا جماهير غفيرة لا تقارن بجماهير نادي الزمالك. وبيقولك جماهير الاهلي في كل مكان، ما علينا. الخبر التاني معانا يا سيدي بقى وهو عروض تخفيضات الزمالك ملحقش بيها للأسف. كان اتحاد الكورة عامل عروض تخفيضات بتاخد الحاجة عليها حاجة هدية والحاجة بنص سعرها وبنص تمنها، انما للأسف الزمالك عشان حظ وحش ملحقش عروض التخفيضات دي. للأسف حسام حسن مدرب نادي الاتحاد السكندري العميد حسام حسن سب الدين لحكم المباراة، اخد 4 مباريات ايقاف. امام عاشور سب رموز النادي الاهلي اخذ 12 مباراة. اذا عند اتحاد الكره رموز الاهلي اهم من الدين، لان يعني سب الدين عقوبته اقل من رموز النادي الاهلي، مع اني انا العقل والمنطق واللوجيك بيقول ان سب الدين ده دي اقصى عقوبه، انت ممكن تشتم بني ادم عادي انما تسب الدين دي كارثه. انما اتحاد الكره ما عندوش كده، عنده عقوبه رموز الاهلي اهم من سب الدين. طب هل حسام حسن خد 4 مباريات بس اللي احنا اصلا مش عاجبنا؟ لا يا سيدي، ده كان في عروض تخفيضات، واتحاد الكره النهارده اعلن ان حسام حسن ال4 مباريات دول بقوا 2. مش بقول لك في عروض تخفيضات وانت اللي ما لحقتهاش، انت زملكاوي نحس، انت زملكاوي فقري. وكمان بقى يا سيدي اخو ابراهيم حسن، ما هو برده لازم يلحق له عرض، دول 2 توأم. فابراهيم حسن برده كان برده بسبب الحكم والتعدي اللفظي عليه والكلام ده كله، بدل ما كان موقوف 2 خلاها له 1 يا سيدي، ان شاء الله ما عن حد حوش. كابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان بعد ما كانوا 2 خلوها له 1. عروض تخفيضات للاسف الزمالك ما بيلحقش عروض التخفيضات دي. امام عاشور ياخد 12 مباراه وما فيش عروض تخفيضات عليها. شيكابالا قبل كده 8 مباريات، ساسي 8 مباريات، وشيكابالا ايقاف 2 عشان شاور لجماهير شتمته وتنمرت عليه والكلام ده كله كان رد فعل. هذا هو اتحاد احمد مجاهد، زي ما انا بقول دايما مجاهديات. مجاهديات يعني ايه؟ يعني الحاجات دي حصريا باسم احمد مجاهد، فدي مجاهديات بتاعت احمد مجاهد. يلا بقى بينا نخش على موضوع حلقتنا، ويا ترى جمهور نادي الزمالك هيشجع مين؟ بص يا سيدي، الاهلي هيلعب مع الترجي، والاهلي انا شايف ان دول هو والترجي من أسوأ الفرق اللي موجودة في القارة الأفريقية، فده لقاء الجبابرة، لقاء العمالقة، ولكن ليس في كرة القدم ولكن في الأمور الفاسدة. فهم دول قمة، يعني قمة الكرة الأفريقية في الفساد، هيلعبوا بعض.
تخيل يا مؤمن، عاوز اقول لك على حاجه يمكن انت مش واخد بالك منها. ممكن حد اهلاوي صاحبك بيقول لك احنا هنلعب كاس السوبر الافريقي والترجي داس عليكم واحنا دايسين عليكم وهنجيب لكم حقكم من الترجي والكلام ده كله. اولا يا صديقي الاهلاوي، روح هات حقك من الترجي اللي هو اخر مره كنت حضرتك بتلعبه واداك 3 اضرب يا بدري واخد منك البطوله، وده الماتش اللي بعديه بقى، فانت المفروض انت اولى تاخد حقك انت الاول. الحاجه الثانيه يا بابا، انا دايس على وش حضرتك كأهلاوي ودايس على وش الترجاوي مرتين في اسبوع، واخد من حضرته كأس السوبر الافريقي واخد من حضرتك كأس السوبر المصري، يعني دايس على حضرتك ودايس على حضرته في اسبوع واحد. بس الكلام ده كان امتى يا مؤمن؟ الكلام ده لما كان عندنا مجلس ادارة مستقر، الكلام ده لما كان عندنا مجلس ادارة زينا زي بقية الاندية. انما انت دلوقتي جاي لي في ظروف غير عادلة وما عنديش مجلس ادارة ولا عندي فلوس ولا عندي مع الفلوس اللي بيجيبها مجلس الادارة ولا عندي كل الكلام ده، وانت سيادتك كترجي مستقر ومية مية وفلوس وبتجيب لعيبة، والنادي الاهلي ننموس عين خالته برضو نفس القصة، مجلس ادارة مستقر وفلوس ودولة بتدعمه ودنيا وحكاية ورواية. فما تجيش بقى يا باشا تقارني بسعادتك، انا راجل غلبان، انا راجل اتدبحت، انا راجل لجنه تمشي تيجي لجنه، لجنه تمشي تيجي لجنه، فاستاذنك ما تقارنيش بيك لان انا راجل غلبان على بابا الله بشحت، ايديا اتقطعت ورجليا اتقطعت، فما تجيش تقول لي خش في سباق معايا. انما انا انت عارف انت والترجي التونسي وانا باصص لك في عينك انت وهو، عارف لما انا كنت واقف على رجلي وعندي مجلس اداره والظروف عادله ما بيني وما بينك، انت عارف ايه اللي كان بيحصل فيك، انما الظاهر ان انا اصبحت خطر عليك. يمكن جماهير نادي الزمالك هتتفرج على مباراة الذهاب والعودة بتاعة الاهلي والترجي التونسي، ومش معقول، مش لوجيك. يعني انا قلت قبل كده انا لا هشجع ده ولا هشجع ده، بس مش لوجيك ان انت هتبقى بتتفرج وقلبك هيميل لحتة، هتبقى عاوز حاجة تحصل. في المطلق جمهور نادي الزمالك، وانا عارف انا بقول ايه، مش بقى جزء من جماهير نادي الزمالك، ده كل جماهير نادي الزمالك، عاوز الوداد المغربي هو اللي يفوز بالبطوله، وان شاء الله النهائي في المغرب من مباراه واحده باذن الله تعالى هيفوز بيها نادي الوداد المغربي باذن الله تعالى، سواء الوداد لاعب الاهلي او الترجي بعد فوزه يعني الوداد طبعا على كايزر تشيفز. انما يعني انا كزملكاوي هقعد اتفرج على ماتش الاهلي والترجي على مبارتين 90 دقيقه و90 دقيقه، مش معقول، مش هبقى عايز فرقه تكسب. الفرقه اللي انا عاوزها تكسب، وانا بكلمك بمنتهى الصراحه، يمكن انا خدت قرار في الموضوع ده وزملكاويه كتير خدوا قرار في الموضوع ده لان اتسالت كتير على الموضوع ده، انا قررت ان انا اشجع الترجي التونسي. ليه هتشجع الترجي التونسي؟ الترجي التونسي يعني كسبني ذهاب وعوده عادي، الكره لما انت تكسبني وانا اكسبك ده ما يزعلش في حاجه. يمكن الترجي خرجني من دوري ابطال افريقيا بالتواطؤ مع المولوديه، ده اعتراف ودليل ضمني من الترجي التونسي ان انا فريق قوي وفريق جامد وهو خايف مني وعاوزني اطلع، ده بالادله وبالبراهين. ما انت لو انت مستهون بيا وتقدر تكسبني مره ثالثه، ما انت كنت دخلتني، سيبنا خش، الزمالك فرقه ضعيفه وتعرف تكسبها يا معلم. انما ان انت تخرجني بره خالص، ده معناه ان انت خايف، انت خايف انا ارجع عليك وافوق عليك. يعني ده اللي الترجي عامله. انما ما تجيش تقول لي اشجع النادي الاهلي، ما اقدرش اشجع النادي اللي اللوائح بتتفصل له، اللي اللوائح بتتعمل على مقاسه، على الاهلي عامله فينا في مصر مع اتحاد الكوره واحمد مجاهد بتاعه المندوب بتاعه وي 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 والكلام ده كله. فما تجيش تقول لي شجع الاهلي، لا يا عم انا عندي ما اشجعش كوره خالص ولا ان اشجع الاهلي. فانا بعلنها من هنا في مباراه الاهلي والترجي، يمكن انا بعايز الفرقتين يعني يتقشوا في بعض، بس لازم حد هيكسب، فاللي هيكسب ده يبقى الترجي التونسي. على الاقل الوداد يعرف يتعامل مع الترجي التونسي وياخد حقه منه، لان الاهلي محظوظ، الاهلي فريق لولا الحظ بتاعه اعتقد الاهلي ده كان ينافس على الهبوط، انما الترجي ما عندوش نفس حظ الاهلي. الترجي برضو نفس الفساد ونفس الحظ، بس الترجي ما عندوش نفس كمية الحظ الرهيبة اللي عند النادي الاهلي، فالترجي هيبقى اخف شوية على الوداد المغربي. فانا هشجع الترجي، ويعني شريحة كبيرة من جمهور نادي الزمالك هتشجع الترجي. يا سيدي على الاقل لو الترجي خد البطوله دي بعد الشر هتبقى دي المره الخامسه في تاريخه، وهيتساوى معاك انت كزملكاوي في عدد البطولات دوري ابطال افريقيا. انما الاهلي ده هتبقى البطوله 10 ليه، فهيبقى هو ضعفك، هو 10 وانت 5، فلوجيك انا هشجع الترجي التونسي ولازم فريق هيكسب منهم،
فلو حد بقى انا مضطر ان حد يكسب فهيكون مين؟ هيكون الترجي التونسي. دي كانت رسالتنا ودي كانت حلقتنا وده كان راينا. وصلنا لنهايه الحلقه. في النهايه لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وملخصات وتحليلات مع بعض مرايه نادي الزمالك فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. واشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.